هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا كثير من الناس لا يعرفون العربية ويقرؤون القرآن لكنهم لا يفهمون معانيه، شيوخهم يجيزون لهم الشرك وأن يغلوا في الأولياء، هل يعذر مثل هؤلاء بالجهل؟ لا، لأن في علماء يبينون، يفسرون القرآن، يبينون لهم معانيه. ما هو بالأمر مقصور على علماء الضلال، في علماء حق ولله الحمد، عليهم أن يسألوا أهل العلم والبصيرة ولا يسألوا أهل الضلال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم. والقرآن الكريم من كان يعرف معناه عربي ويعرف معناه هذا ما يحتاج، أما الأعجمي اللي ما يعرف معناه يترجم له التفسير، ترجم له معاني القرآن، ولذلك ترجمت معاني القرآن الآن قائمة على قدم وساق وتوزع في أرجاء الأرض، المراكز الإسلامية توزع بكميات رابطة العالم الإسلامي، وتوزع ترجمة معاني القرآن، فليس لأحد عذر بعد هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، فيجب عليكم أن تأخذوا من مجمع الملك فهد في المدينة أو من رابطة العالم الإسلامي، تأخذوا ترجمة معاني القرآن وتوزعونها على جماعتكم. نعم.